<applause> <applause> خويا البارح كليت واحد الكسكروط عند الناس اليوم حسيت براسي ماشي هو هذاك قلت راه واقيلا هذه حاله ماشي طبيعيه في نفس المحلبه ولكن ملي شفت الناس عندهم ضرار وهذا قلت نتبع ملي جيت لقيت الناس تا هما من هذا الامر فلقيت راسي تانا اه عندي عندي بحال المسار ديالي ما عرفتش والله ما عرف حاليا الحال اللي انا فيها والله ما عارف بالله المهم انا ولات عندي لا دياري حاشاك لا دياري و... اللي آه وقع اليوم هو اننا تفاجئنا اليوم ان بالنسبه بالنسبه لي انا آه بعض الموظفين عندي في واحد المركز كيتواجد كيت هنا في مديونه ان الموظفين ديالي كانوا مشاو تعشاو البارح في واحد آه واحد المحلبه وكلهم في الليل تم نقلهم هنا المستعجلات يعني ما يسولنا كيقولوا لنا حاله ديال التسمم انهم كلاو شي حاجه مسمومه والحمد لله دابا صحتهم مزيانه ما كاينش شي حاجه اللي هي كراف غير غيبقاو دابا قالوا لي على حسب ما قالنا الطبيب انهم غيبقاو تحت العنايه هنايا في يراقبوا لهم الحاله ديالهم و... على حسب ما, ما سمعنا دابا على حسب الناس كيدخلوا كيقولوا 40 40 حاله كنشوف انا عرفتهم كاملين بحكم انا ولد المنطقه هما شباب ديال المدينة شباب منهم لعابة منهم فاعلين جمعويين فاعلين سياسيين يعني مجموعة الناس رجال دري صغار عائلات كلهم تلاقينا معهم هنا في المستشفى